بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن صفة العمرة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باشقى قسقش عمرة قريبة. نعم. بالنسبة لوضعكم الآن هنا في المدينة. مدينة وين شق قسقش؟ أنتم يوم العمرة وقت الذهاب للعمرة. كتاب ترجم كن عمرة يكون التجهز من الفندق هنا، يعني كل واحد يغتسل. ويلبس الإزار والرداء. لكن التلبية النية لا تكون إلا عند الميقات. يعني هذا فقط استعداد للعمرة. قبل الذهاب إلى الميقات، لأن الذهاب إلى الميقات هناك قد يكون هناك زحام أو الملابس يعني ليس لها مكان. السنة أن الإنسان إذا وصل إلى الميقات تكون التلبية من الميقات. أفضل شيء يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن يجعل التلبية آخر شيء، آخر عمل له عندما يكون على الباص يركب. نعم هناك يلبي. إن يقصص التلبية باشقرغا последний إيش؟ уже عشان بيس أنكلانغاش، автобус готургаш уже كتير عندنا ميقاتا تلبية باشقرغا. إذن الخطوة الأولى قلنا استعداد فقط من هنا من الفندق، والنية والدخول في النسك يكون من عند الميقات، والله أعلم.